انا بغيت نوجه لهادوم اللي كيكونوا مسؤولين وكيصيفطوا يهلكوا ولادنا، على من كيهلكوهم؟ اش داروا؟ اش داروا هاد الناس هادوم من كيمشيو يهلكوهم؟ ولدي هلكوه النهار الاول، ما قلت حتى مرض السرطان ومرض جبع الامراض، ودابا كيكملوا عليا. اش دار ولدي؟ اش دار ولدي؟ انا ما عرفت دابا فين ولدي، اش وقع لولدي؟ انا دابا كنهضر على هادوم اللي كيعطيو الاوامر باش يعذبوا ولادنا، هادوم واش عندهم شي كبده؟ واش عندهم شي كبده؟ ما كيخافوش عليهم؟ تا كيصيفطوا هادوم كيعذبوا ولادنا في السجن، اش داروا باش يعذبوا ولادنا؟ اش داروا؟ اش دار ولدي باش يتعذبوه؟ ما قبلتوش علاش خرج؟ قال راه التعذيب ديالو اللي داروا له. انا شكون اللي مرضني؟ ماشي التعذيب ديالو. نهار علاش مشيت نشوف ولدي وجبت له وجهه مخسر ومعذب ومكرفص كلشي مضروب؟ شكون اللي مرضني انا؟ ماشي ولدي، انا اللي درتو فيه انتوما. ما بغيتوش تسمحوا في هذا الشيء وتعدلوا هذه القضيه هادي. اش دار ولدي؟ خرج كيهضر بامه، ما عنده مسكين السلع، ما عنده الموس في يده، ما عنده حتى شي حاجه. وقتلتو انا، قتلت جميع الامهات، كلشي مراضين على والو. ودابا انا كنوجه كنا قطعتونا فينا الهضره، ما قدرت كاع نهضر، تحطمتونا حطمتونا. انا كناشد جميع الدول، كنشدهم حيت علينا ما نغوتو هنايا، حتى واحد ما سمع لينا. انا كناشد جميع الناس وجميع الحقوقيين يوقفوا معانا، يوقفوا مع ولادنا اللي كيتكرفصوا ومعذبين. عذبوهم عذبوهم من نهار القميص هما كيعذبوا ولادنا. واش هادو عندهم شي رحمه ولا ما عندهمش؟ انا عمر ما نسكت على ولدي وقد قتلوني، ما نسكتش ما نسكتش، غنبقى نغوت 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 حتى يخرج ولدي، حيت ولدي ما دارش هاد الجريمه. سير تفتشوا اللي كيديروا الجرائم، اما هادو ما داروا بالجرائم، هادو مخرجوا كيهضروا كيبغيو يخدموا بالشرف ديالهم وكيطلبوا المستشفى حيت الناس كلشي ضعفاء باش غادي يعالجوا. باش نتوما تجيو نهار باش خرج ولدي بديك الاوديو مشيتو نهار القميص هما كيتعذبوا فيه ولدي، وكيخرج التاميك وكيقول لا 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 راه ما معذبينش، انت عذبتي ولادنا، عمرنا غنسمحوا لك. ان شاء الله غتكون باقي بالروح وتشوف ولادك كيعذبوهم ونشوفوك كيف غادي دير. انت اللي صيفطتي، انت اللي عطيتي الاوامر، انت عطاوك الاوامر، انت عطيتي الاوامر. شكون هادوم اللي غيعذبوا ولادنا؟ شكون هما هادوم الحراس غيعذبوا ولادنا؟ على من غادي يعذبوهم؟ اش داروا؟ اش داروا؟ كتبغيو الفضيح ديالكم يكون لهم غطيين. عذبتو ولدي، خفرقتو له راسو على جوج، ما خليتو، ما درتو فيه وجهو، كان كلشي مخسر كلشي، وكلشي مسكين الكلاوي ديالو طيبوهم له بالحديده، ما خلو ما درتو فيهم. وعاد ما بغيتيش يتقنع ليهم وكتصيفط للناس عاد غادي يديروا لهم اكثر. دابا انا ولا ما قلتي لي فين ولدي؟ ونشوف ولدي اش من 46 الزمرود تلفتونا. انا بغيت نشوف ولدي دابا دابا. انا ولا موت على رقبتك، انتوما على رقبتكم، انتوما على رقبتكم لا موت. انا بغيت نشوف ولدي، نشوفو اش من زنزانة انفرادية. واش هو اللي قتل الناس؟ واش هو اللي عذب الناس؟ واش هو اللي اغتصب الناس؟ انا ما غنسمحش بحق ولدي، انا بغيت نشوف ولدي. ولدي اش من زنزانه انفراديه؟ واش من هادي؟ واش من هادي؟ قاطعين التليفون، قاطعين عليه ولدي تو زنزانه انفراديه. ما نعرف ولدي كي داير، مسكين هو مريض، عنده الدواوات ديالو كلشي قطعتو عليه، فين ما كان شي حاجه قطعتوها عليه. واش فيكم شي الانسانيه ولا ما فيكم شي؟ اي واحد دينو دينو يقول اش هاد المنكر هادو كديرو في الناس؟ ولكن نتوما ما عندكمش القلب، عندكم الجيوب ديالكم وصافي، ما عندكمش القلب. والله ما قلتوا في ولادنا، والله ما سكتوا، واخا تعدمني ما نسكتش على ولدي. انا اللي عارفه اش هزيت على ولدي حتى كبرتو، كليت معاه الحاجه وصلت ولا ما وصلتش، نعطيها لولادي وانا نجلس. والاخر غادي تجي انت تصيفط
لك دابا تسرت وخنز يضربوا في ولادنا يعذبوهم. واش هذا حق؟ واش هي هذه حقوق الانسان اللي عندكم؟ حقوق الانسان تصيفط يرسو له راس يعذبو يتربصو مسكين. وانا راه ما غنسامح ما نسامحش في ولدي لا اليوم لا غدا. والله ما طلقتوا لولادنا تشوفوا الحل. راه ولادنا ما دايرين والو طلقوهم يمشيو لشغلهم. ماشي كديروا فيهم هيدا. ما غنسكتوش ما غنسكتش ما غنسكت نبقى نغوت 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 يمشي هاد العمر هذا. ما خليتونا مرضتونا مرضتونا ما خليتو ما درتو فينا. احنا ما قلنا بهم راضين من نهار تقبض ولدي شفتو كاع عوجو له وجهو كاع طيبو له وجهو وداتو كلشي الراس الراس في الراس براسو. اش بغيتو عندنا اش بغيتو عندنا؟ عطيونا التيسا وغتلقو ولادنا عطينا التيسا. اش بغيتو تقتلونا؟ اش بغيتو تقتلونا؟ واش بغيتو تقتلونا؟ عيينا معاكم. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين. اولادنا ما داروا والو. ها هادي العالم كامل عارف ولادنا ما داروا حتى شي حاجه ولكن نتوما ما بغيتوش ما بغيتوش. ولكن انا والله ما عرفت ولدي في كاين قاد انا غادي نجي الوقفه وقع مريضه مريضه عيانه ما كنقدر نمشي نشوف ولدي. والله تنجيو نديرو تما الاعتصام واخا نموتو تما وما نتحرك من تما تنشوفو الحل ولادنا. تنشوفو هادشي هذا كامل اللي فيكم غير بزيرين كتزيرو على ولادنا وكتفرقو ليهم الريوس. ماشي حشومه عليكم عيب وعار عيب وعار في هاد القطاعات كترسو ريوس العباد السجون عيب وعار. المهم هادوم اللي داروا لولادنا هادوم هادشي اللي داروا فيهم يكون عندهم عائلتهم مربينهم غادي يشدو يديهم ما يضربوش في الناس. بارك عليهم 20 عام في السجن 20 عام بنادم ظلموه عود شغل. المهم انت تلفتوني الهضره كاع تلفتوها لي ولاد الحرام تلفتوني الهضره تلفتوها لي انتم ردوني يا ولاد الحرام ردوني. دابا انا ما عارفه ولدي فينا هو. انا ولا ما وريتي لي ولدي فينا هو.